تحية طيبة مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري من وحدة انتاج الفوسفات برديف وفي زيارة غير معلنة دعا امس رئيس الجمهورية قيس سعيد الى ضرورة عودة انتاج الفوسفات عبر هذه الوحدة المتوقفة عن العمل منذ اربع سنوات بسبب اعتصامات طالبي الشغل. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة عودة إنتاج الفوسفات إلى نسقه العادي تأكيد جاء خلال تأديته زيارة غير معلنة إلى ولاية قفصة تحول خلالها إلى وحدة إنتاج الفوسفات التجاري الواقعة بوسط مدينة رديف الفوسفات يرزم يرجع وما مدوش يدينا للخارج حاستنا بالفوسفات ويرجع كما كان عمل الوقت مجلس أمن قومي على الفوسفات نهار 26 أفريل <applause> اليوم ان الاوان لوضع حد لهذا هذه القضيه التحول الى الوحده مثل مناسبه التقى خلالها رئيس الدوله مجموعه من طالبي الشغل الذين يعتصمون بها ما تسبب في وقف نشاطها في انتاج الفوسفات التجاري قاعدين نعتصم نعتصم كان على الحلول حاجتنا بحل اللي هو التشغيل مين نحطوش اي قطاع حطني في الكبانية في السي جي ولا في البي ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا. حطني في اي حاجه انا كل منها الخبز مين وعنا سنين تو فهمت وعنا مع جلسات مع مسؤولين في الدوله معناتها مش مع اللي يجي مستشارين ومع وزراء وولات واعضاء في مجلس النواب يعني نحبوا حلول للوضع نتاعنا وحلول للجهه راه مش طالبوا شخصنا نحن راه كان يعطينا وعد صحيح فهمت على قاعدة صحيح نمشوا فيه في الكلام هذا راهو ماناش ضد الدولة ومناش ضد الاقتصاد بالعكس ما تونس خير هكا خير من هكا وجهتنا خير من هكا رئيس الجمهورية دعا من جهته المعتصمين إلى بعث مشاريع خاصة واستغلال الأراضي الفلاحية لإحيائها وخلق الثروة نحن يرجع الفصفات كما كان رأي ثم دولة وثم قوانين وراءوا من حب شان الحلول المسقطة نحب الحلول النابعة من إرادتكم الأموال المرصودة لكم علاش من توما ما تعملوش بها مشاريع في إطار شركات أهل برا الناس اللي قاعدين برا الناس اللي قاعدين باستنا وهاو والسي بي جي الى اخره علاش اليوم ما دام عندنا اموال هذه المرصوده علاش ما توزعش المقاسم اللي في السد مثلا المقاسم اللي في السد علاش هذوك المقاسم انتوما توليوا تخلقوا بها الثروه تطالبي شغل في تعطيل وسق مخزون هام من الفوسفات التجاري يقارب مليوني طن نحو حرفاء شركة فوسفات قفصة من مصنعي الأسمدة الكيميائية انطلاقا من الرديف في شان آخر ناشدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان على هامش افتتاح مؤتمر القمة حول عالم العمل بجنيف ناشدت المجتمع الدولي الوقوف وراء قضية العدالة الاجتماعية من أجل إتاحة الفرصة للأجيال القادمة للعيش في مجتمعات أكثر عدلاً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة والعمل اللائق للجميع. وسط وضع دولي بالغ التعقيد وفي ظل حضور لافت لممثلي الدول والمنظمات الأممية انطلقت في جنيف أشغال قمة عالم العمل القمة التي تنظمها منظمة العمل الدولية ورفعت لها شعار العدالة الاجتماعية للجميع مع تركيز على الدور المركزي للعدالة الاجتماعية في بناء عالم أكثر استدامة شاركت في فعالياتها رئيسة الحكومة نجلة بودن وناشدت قبل بدء الأشغال المجتمع الدولي بأسره للوقوف وراء قضية العدالة الاجتماعية من أجل إتاحة الفرصة للأجيال القادمة للعيش في مجتمعات أكثر عدلا وشمولا ودمجا رئيسة الحكومة أكدت أيضاً على ضرورة تعزيز الشراكة الدولية ودمج العدالة الاجتماعية كأداة لتحقيق الاستقرار والازدهار الشامل والنمو الاقتصادي المشترك والاستدامة تنفيذا لاجنده ثلاثين والفين وتحقيقا لاهداف التنميه المستدامه داعيه الى جعل العداله الاجتماعيه منهجا للسياسات العموميه واضافت رئيسه الحكومه ان المجتمع الدولي اليوم امام خيار ضروره العمل بصفه تشاركيه لمكافحه تداعيات الازمات متعدده الاوجه وتلبيه احتياجات وتوقعات السكان من حيث تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروه والعمل اللائق والكرامه وأجرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن محادثة مع المديرة العامة المنتخبة لمنظمة الهجرة الدولية تم التطرق خلالها إلى أهم التحديات التي تواجهها تونس جراء تزايد ظاهرة الهجرة غير النظامية وما تليها من شبكات الاتجار بالاشخاص والمهاجرين مؤكده على ضروره ايجاد مقاربه شامله تتلازم فيها الابعاد التنمويه والاجتماعيه والانسانيه والامنيه والاشاره الى مبادره رئيس الجمهوريه بتنظيم مؤتمر رفيع المستوى يجمع بين دول شمال افريقيا ودول شمال المتوسط ودول الساحل والصحراء بهدف ايجاد الحلول المناسبه للتصدي لهذه الظاهره كما عقدت رئيسة الحكومة سلسلة من اللقاءات على هامش انعقاد قمة عالم العمل مع كل من رئيس غينيا الاستوائية ورئيس الكونفدرالية السويسرية ورئيس جزر فيجي أكثر من مئة حاج وحاجة يمثلون الدفعة الأولى لحجيج ولاية المنستير وعدد من حجيج ولاية المهدية توجهوا في رحلة خاصة إلى البقاع المقدسة وهي رحلة من بين عشر رحلات مبرمجة بمطار المنستير الدولي لفائدة حجيج خمس ولايات وهي القيروان وسوسة والمنستير والمهدية والقصرين. إحاطة وإجراءات صحية وتسهيلات كبيرة وجدها حجيج الفوج الأول لولاية المنستير وكذلك عدد من حجيج ولاية المهدية قبل الانتقال البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج بلغ عدد حجيج ولاية المنستير هذه السنة حوالي 610 حاج مقسمون على أربع رحلات انطلاقا من هذا اليوم حوالي معناها 110 حاج وقع تأطير هؤلاء الحجيج بداية من 2 ماي إلى غاية 2 جوان وقع اختتام هذه الدروس التكوينية الخاصة معناها بالحجيج بيوم جهوي كذلك معناها قام بهذه الدروس التوعوية عديد من الزملاء الوعاظ وإن شاء الله معناها مش يرافقوا معناها هؤلاء الحجيج خلال هذه الرحلات حوالي معناها في كل رحلة حوالي معناها أربع وعاظ الفرق الصحية اللي موجودة في المناسير تقوم بالمراقبة الصحية لجميع الحجيج من خمسة ولايات هنا عندنا عشرة رحلات مش تطلقوا من مطار مناسير خلالهم مش يمر 2800 حاج شكون الفرق الصحيه بالمنستير بالمراقبه الصحيه نتاعهم، من بعد عندنا العوده الحجيج ان شاء الله من مناسك نتاعهم وكيف كيف باش تكون موجوده معهم الفرق الصحيه. وقد عبر الحجيج الميامين عن ارتياحهم للاجراءات المتخذه في الغرض بفضاءات هيأتها اداره المطار الدولي بالمنستير بمناسبه موسم الحج. انا يعني الحمد لله فوق المئة واتمنيت وتمنيت باش نمشي للحج. واستنيتها وجاتني الحمد لله يا رب لقيتهم هون في الحوبي وهزوني بكلهم خطوني خطوة ولها تلها الله يتبارك له ما تمشي كان ما يكون معاها مرافق دونك زوجي الله يبارك له تنازل هو على مكانه باش خلاني اني نمشي معاها هي مرافقه باش امه ما تحرمش من الحج وتحرم هو ان شاء الله ربي يعوض له عندي 14 سنه قيده جماعة الصحة فرحوا بيا يرحم والدين والديه كونا على المشي وعلى كل كار بكم على رواحكم وما تزوش وما تعيطوش والسكينة السكينة جابونا إطارات صحية زاد علمونا أطرونا في النظام الغذائي أطرونا في نستحفظ على إحنا من الشمس وقتش نخرج وقتش ندخلوا جابونا جماعة المرافقين اللي وراونا أعطانا برشا نصايح سامينا برشا باش نكونوا كل ما بعضنا باش نتبعوا معناها النصايح نتاع المرشدين الإجراءات الكل كانت هايلة امور ويشار ان هذه الرحله هي الخامسه بعد ان اقلعت اربع طائرات تقل حجيج ولايات القيروان وسوسه والمنستير والمهديه والقصرين انطلاقا من التاسع من الشهر الجاري الى ولايه الكاف حيث تدخلت عناصر الحمايه المدنيه اليوم لمساعده التلاميذ على الالتحاق بمراكز امتحانات شهاده البكالوريا وضمان سلامه حركه المرور على الطرقات التي شهدت فيضان بعض الاوديه اثر الامطار الغزيره التي تهاطلت على الولايه ليله البارحه وصبيحه اليوم وذلك وفق ما اكده أو ما صرح به المدير الجهوي للحماية المدنية العميد سالم اليوسفي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، وقال اليوسفي إن إدارة الحماية المدنية بالكاف تدخلت بصفة خاصة في معتمدية ساقية سيدي يوسف لمساعدة التلاميذ بمنطقة سيدي رابح على الالتحاق بمركز الامتحان لشهادة البكالوريا بمدينة الساقية، وذلك إثر فيضان عدد من الأودية ومنها وادي المالح. في مسعى للتشجيع على المطالعه تم تحويل حافله مستعمله في مدين الى مكتبه متجوله بادره ليست الاولى من نوعها ولكنها تظل خطوه مهمه لكسر حاجز مسك الورق وقراءه الكتاب لدى الاطفال من حافلة متروكة غير مستغلة بمأوى والخردة الخاص بالحافلة بمدنين إلى قاعة للمطالعة بالمدرسة الابتدائية 9 أفريل بسيدي مخلوف بادرة طريفة انطلقت من فكرة لتصبح مشروعا قائما. باعتبار أن التلامذة عزفوا على المطالعة وخاصة مع الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها فكان هذا المشروع منها التفكير في فضاء جديد ويكون مرغب فكرنا صراحة جات الفكرة نتاع حافلة مستعملة أولا على الأقل إنقاذ منها البيئة من النفايات وغيرها وفي نفس الوقت تطويرها واستغلالها وبحكم عندي شوية تجربة فنية منها ورؤية فنية جهزناها في هذه في هذه الحلة تلاميذ هذه المدرسة تحمسوا لهذه الفكرة فلقد وجدوا في هذا الفضاء ملاذا للمطالعة والجلوس مع القصة لبرهة من الزمن فأصبحوا من رواد هذه المكتبة استفدنا برشا حاجات مثلا نتعلم نقراو نطالعو ون حتى 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 تعلمنا نحسنو معادلاتنا في الإنتاج الكتابي. برشا إفادات ومعلومات جيدة ساعدتنا وعبارات عبارات جميلة ساعدتنا على الإنتاج الكتابي. فرحة ممزوجة ببراءة طفولة في رؤية قاعة للمطالعة بشكل مغاير. انعكس على تحسن نتائجهم في عدد من المواد حسب معلميهم عندها اثر كبير ياسر على الصغيرات بحكم احنا المنطقه ريفية، ما عندناش لا دور ثقافه لا دور شباب مثلهم وسيله من وسائل الترفيه يجوا صغيرات يقروا قصص معناها يتواصلوا مع بعضهم معناها فيها تواصل فيها افاده معناها القراءه الجهريه اطلب من اي طرف من اي جهه من اي اداره توفير امين مكتبه على الاقل باش يعتني بالصغيرات ويحفظهم ويرتب لنا هالقصص ويكون عندها مثال نقولوا حاسوب وغيرها امور تنظيميه وتقنيه تكون افضل بكثير. كاد المعلم ان يكون رسولا ورساله الاطار التربوي بالمدرسه الابتدائيه 9 ابريل بسيدي مخلوف بانشاء هذه المكتبه هو بناء لعقول بالمعرفه وتنميه لقدرات تلاميذ المدارس الريفيه. حتى بابسط الافكار والمشاريع التربويه. دعم الباعثين الشبان في القطاعات الواعده ودفع المبادرات الخاصه والمؤسسات الناشئه هي ابرز اهداف الدوره الثانيه لبرنامج المرافقه ودعم المشاريع المجدده بولايه القيروان. مشروع اطلقته وكاله النهوض بالصناعه والتجديد ضمن برنامج تكوين لفائده عدد من باعثي المشاريع. في إطار دفع المبادرات الخاصة والمؤسسات الناشئة أطلقت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد دورة ثانية لبرنامج المرافقة ودعم المشاريع المجددة بولاية القيروان تحت شعار ستارت أب بي تهدف إلى تعزيز الاستثمار ودعم الباعثين الشبان في القطاعات الواعدة اللي يتم تقريبا 15 باعث مشاريع ستارت اب اكت هي التظاهره هذه خدمنا عليها برشا هي كانت الحقيقه حكر ك... كان على المؤسسات الموجوده في الولايات الساحليه ولا في تونس في العاصمه ولا في صفاق السوسة تمتد اليوم قلنا علاش لا انه وكاله النهوض بالصناعه شافت قالت علاش لا من خلال الريزو نتاعها نتاع بيبينير دونتربريز قالت علاش لا ما نحاولش اني ندخل للجهات واكبر دليل انه لانسينا التظاهره هذه ابتداء من 19 ماي على بلاتفورم باش يشاركوا فيها الوليدات الموجودين لهنا واللي عندهم مشاريع مجدّة واللي يحبوا لابيليزاسيون دي ستارتاب بتاع تاع البروجي بتاعهم. عشر باعثا وباعثة لمشاريع مجددة سواء في مرحلة ما قبل الإنشاء أو شركات منشأة سيستفيدون من برنامج تكوين يمتد على خمسة أيام بمحضنة المؤسسات بالقيروان للحصول على علامة ستارت اب أكت والاستفادة من حوافزها وامتيازاتها المشروع اللي ننوي مع مجموعة من الشباب في مجال التكنولوجيا خاصة المتجهة أساساً للحامل شهادة التعليم العالي خريجي مراكز تكوين مهني والعاطلين عن العمل بشتى انواعهم. البروجي نتاعي يدخل في السياسة التحويليه معناها عندي انا حاجات ناتشورال مش تحول في الويل فيجيتال اللي هي مش تدخل معناها في حاجات ميديكامونتوز اللي تعمل تحاول تقضي على ليغيتاسيون ليرجي نعاونوا منها دونك اما الحاجه البينيفيك انه مش تكون معناها بحاجات برودوي ناتشورال اللي تساعدنا احنا وما ترهقش الكاهل نتاع المواطن باش يبقى يشري دي ميديكامون تكون تخي اني كنت نقرا نروح كنت نقرا في صفاقس كيف نروح ديما ماذا بيا حاجه في ساعه رابيد اما صحيه علاش نحب نعمل ستارت على خاطر عندي اونيكيب نحب نخدم ونحب نعاون الناس انهم يخدموا خاصه المراه الريفيه اللي عندها اعاقه مشاريع مجدده ذات طاقه تشغيليه هامه ستساهم في تقليص البطاله لدى الشباب بولايه القيروان سيتلقى باعثوها برنامج تكوين ومرافقه في مراحل احداث المؤسسات الناشئه وفرص تمويلها وتثمين الابتكار نختم باطلاله على ولايه مدنين حيث شهدت الخدمات الاداريه تطورا منذ احداث فضاء المواطن الذي وفر على متساكني الجهه عناء التنقل من اداره الى اخرى. في بلديه مدنين منذ احداث فضاء المواطنه تحسنت براي المواطنين الخدمات المقدمه لهم والمزداد في كل المجالات بالسرعه المطلوبه برايهم. عندي اوراق كما تعرف لاني وكذا والحق نتاع ربي بدات تتحسن المعامله في الادارات في مدنين وان شاء الله نحاولوا نرتقي باداراتنا معناتها وتتحسن المعامله مع المواطن انا كيما انا حاجتي مثلا برخصه نتاع قهوه كذا لقيت هذا سهل لي كل شيء لقيت الاوراق وغير ما نقعد نمشي لبرشا ادارات نجي الفضاء المواطن هذايا سهل لي الاوراق سهل لي كل شيء ما انجزه فضاء المواطن منذ احداثه من خدمات وسرعه في انجازها لطالبيها من مختلف مناطق بلديه مدينه اهل هذا الفضاء الى ان يحصل على الجائزه الوطنيه الاولى لاحسن فضاءات المواطن المبرمجه والمقدمه لمواطني المناطق التي تم احداث فيها مثل هذه المؤسسات. الملف نتاع هني وياخذ المراسله نتاع مخدومه هني يسلم الملف كامل هني يأخذ اللي هو سهل في الوقت معناتها يعني يعرف الاجال نتاع الملف نتاع يأخذ ياخذه سهل معناتها ما طبعا يقعدش يمشي في الادارات يدور, يدور على الوثائق تو حاليا بلديه متنين مع قاعده تخدم على على الرقمنه نتاع الاداءات نتاع الاقتصاديه بتاع تعمير رخص البنات تبدا كلها عن بعد حتى مواطن في الخارج ينجم يقدم وثائق وثائق عن بعد ما انجزه فضاء المواطن ببلديه مدنينه اعتبره المشرفون على البلديه الخطوه الاولى في سياق ومسار تحسين الخدمات البلديه حتى تكون رقميه الكترونيه في مختلف المجالات لمواطني المنطقه ولمتساكنيها ايضا خارج حدود البلاد ختام النشرة مشاهدينا شكرا على كرم المتابعة في امان الله